أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع: يتذوق النص المسموع وينقضه، يقرأ الدرس قراءة صحيحة فاهمة. الاستماع: مفهوم مهارة الاستماع عزيزي الطالب هي عبارة أو هو عبارة عن عملية يعطى فيها المستمع اهتماما خاصا للطرف الآخر، حيث يعتبر الاستماع مهارة وفنا، حيث أنه يعتمد على عمليات عقلية معقدة نظرا لضرورة تآزر كل من التفكير والسمع مع بعضهما البعض. ومن المعروف أن لهذه المهارة دور أساسي في عملية التعلم، فقديما كانت هي التي يتم من خلالها نقل الثقافة والعلوم المختلفة من جيل إلى جيل. من هذا في هذا المقال سنتحدث عن مهارة الاستماع وما هي معوقات مهارة الاستماع. معوقات مهارة الاستماع عزيزي الطالب هو التشتت وعدم القدرة على التركيز نتيجة الظروف المحيطة والضوضاء، الملل، انعدام الصبر وضعف القدرة على التحمل، الافتقار إلى النشاط العقلي والبلاغة، التسرع في الاستماع إلى جانب الذي يريده الشخص الذي يريده الشخص وترك الجوانب الأخرى في الحديث. أيضا مستويات مهارة الاستماع: السمع، وهي حاسة السمع المعروفة التي يملكها لدى الإنسان والعضو المسؤول عنها الأذن، السمع ويقصد بها الاقتصار على استقبال الأذن لذبذبات صوتية دون إعارتها اهتماما أو إعمال الفكر في المادة المسموعة، وهي عملية فسيولوجية بحتة حتى يتوقف نجاحها على سلامة الأذن، وقدرتها على التقاط الذبذبات المختلفة، وهو أمر فطري موجود في الإنسان لا يحتاج إلى التعلم أو التدرب. الاستماع عملية يعطي فيها المستمع انتباها خاصا لكل ما تتلقاه الأذن من أصوات، وهو فن يحتاج إلى قدرات قوية نتيجة ضرورة أعمال الذهن لفهم معنى هذه الأصوات. الإنصات هو أعلى درجات الاستماع، بحيث يتصف بالانتباه القوي والتركيز الشديد أو ما يعرف بالاستماع اليقظ. أهمية مهارة الاستماع عزيز الطالب: تعزيز وتنمية عمليات التفكير من خلال إشغال العقل بكل ما يقول المتحدث، بناء مهارة النقد والتحليل والتأكد من صحة كلام المتحدث، تعزيز عملية الاتصال والتواصل الفعالة، أيضا مهارة تعليمية بامتياز، تعليم الأشخاص المكفوفين وتنمية اللغة الشفوية. أما مهارة السمع الجيد: إبقاء العينين متصلتين مع المتحدث وتجنب مقاطعة المتحدث والبقاء جالسا لتجنب الحركة غير الضرورية، الالتزام بالإيماءات والحركات توحي المتحدث بالتركيز الشديد، وطرح بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع بشرط انتهاء المتحدث من حديث. القراءة: للقراءة فوائد عظيمة، حيث تهذب الفرد بما يقرأه من علوم وأداب وتريح من الإجهاد والإرهاق، لا سيما إذا ما قرأ كتب الأدب والروايات، وتنمي مهاراته الكتابية وقدرته على التفكير التحليلي من خلال تحليله للمعلومات وربطها معا، كما أنها تنمي الذاكرة وتنشطها وتدفع الفرد لتحقيق تحقيق التمييز في حقول المعرفة والدراسة، بالإضافة إلى أنها تبعد الفرد عن الوقوع في المعاصي التي تسبب بها أوقات الفراغ، ونتيجة لهذا كله يعم صلاح المجتمع، فلا جهل ولا فسوق ولا طاقات شبابية مهدورة، إلى جانب ما سيحققه المجتمع من تقدم معرفي وثقافي بفضل الشباب القارئ. الإنسان القارئ يعيش عمرا معرفيا أكثر من من لا يقرأ، فمن يقرأ كتابا كأنما عاش تجربة هذا الكاتب بكل حذافيرها، فلهذا فالقراءة مكافأة يضمن يقدمها الإنسان لنفسه كي يكون إنسانا مثقفا يقطف من كل بستان وردة. فالقراءة مثلا بستان الورود المليء بالكثير من الأزهار الملونة أيضا ذات العطور الزكية، ومن يقرأ يستطيع أن يشم هذه العطور جميعا. إن الجهل ظلمات هو عكس المعرفة التي تدعو لها القراءة، كما أنها سبب في تخلف الأمم وتراجعها، فالجهل يصنع مشكلات ويفاقمها ويجعل حلها صعبا ويسبب تراجع الحياة وعدم تقدمها أبدا. القراءة مهمة للعقل لتنمية مهارات العقلية وتطويرها بالإضافة لصقل الشخصية، فيجب على الإنسان أن يخصص جزءا من وقته لقراءة ما يتناسب مع ميوله وأهوائه، فالقراءة غذاء العقل والروح، يتعلم منها الإنسان الأخلاق وكيف التعامل مع الآخرين ويفهم الثقافات الأخرى، إذ تنقلنا إلى عالم آخر ممتع وجميل ومليء بالحكمة والكتاب، هو الرفيق المخلص على الدوام. أيضا القراءة تنمي الإبداع لدى جميع الأفراد وتزيد الوعي حول الكثير من الأمور. شاكر لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.